معانا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة. وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. يا ذاك يا مرة ما بالراحة يا أخ، ما بالراحة أخوانا. الواحد ما يخش بكشكش بأي حاجة، أنت خش زي الضب. هاك الجوغر يجوغرك إن شاء الله بين غريك المكان ديت. يا مرة بخلي عندك منافض أقول لك كلام، أنت ذات الكلام بالتي يحسن ما ينفع معك. ما وي ما تقيعي ما ياك يا ذيوبك. الله يمر فقول له هنا عصير حلو غريك. ايش ترى بتلبني في شلاتيتك ماشي وين؟ وفي شنو ذاته الحاصل شنو؟ اسمح لي ناضل، انا تاني ما عندي معك قاعده في البيت ده. ما قاعدين نتفاهم ونتحاور. ما عندي معك اي مفاهمه، عندي الرجال اللي بيتفاهموا معك. انا اقول لك من الاخر يا فضيله، اكل لحقتي مركتي من هنا باب الشارع ده ثاني ابد عتبيه وحذرك من تجيبي لي اخوانك التيوم ديل ترسلوا لي يتفاهموا معي. اول شيء ما عندهم الافق للحوار وما بيفهموني انا ذاتي بقول فيش. من ايوه مقعدك شنو؟ قوم شيل عصاك اروح عليه زول عشان نوريه مقامه. نسمع كلام الزول في الاول البلول اخوي، احتمال اختك غلطانه في حقه. لا لا، الغلط هو راكبه من ساسه ليه راسه. ما تتحامخ ساي يا اخوي. والله يا مليه وما تقوم العكاز ده والله يا باك. قمت اروح عليه. قوم ايام كيف افضل فيش رانا شالين عكسكم كذا. انت قلت لكم كلمه والله الموت جاك ترك الصلاه. اولاد النهير افا اولاد النهير ده انت عيق ود عمك ولا الله ينو البلوله. زول انت مسمينك على زول ارباب وزول راس قبيله وزول حلال المشبوك. هذول من ايوه انت هذول ما فيكم واحد عاقل بحد الثاني. اناس اناس نزلوا عكسكم نخش على البيت لايو نزل عقاكيس كنت تنزل فيكم السنة تكملكم كميلة. أقول أيوة نتفاهم بالراحة. تعال تفضلوا. شوف أبو النذر، أنتوا طبعا الرجال مكملين ناتب وكان عليك كرم وجود والوقف مع الناس وقت الحارة بتتلقوا دي وارسلنا من جدودكم ما في كلام. وزي ما قال الشاعر لا تنصر الدرري على الخنازير وعلي الطلاق انتم يكون الخنازير والحلاليف زي ما قال الشاعر فيكون انتم ذاتكم. والله والله صدق الشاعر وصدق تفضيل. الله يبارك فيه. الله يبارك فيه. طبعا يا اخواننا من خلال تمحور الحوار الافقي الممتد عبر التكتيك الابجدي فاهمني انتم؟ والله يا خريبكم يا خريبكم ما فاهمين الحبه قاعدين كذب على زيارة سبيل. لا هو فضيل انا فاهمك الا مليوه اخوي ده فهمه شويه كده بسيط. كلامه ده ما واضح البلول اخوي الا بدور له فهامه كمان. ثانيا طمحور الافق في الحوارات الانثروبولوجيه بتنبثق من خلال انت فاهمين انا بقول في شنو؟ فاهمين؟ ثالثا ودل هما فضيلة دي هم التعمي وكان ما شال البيت ده أشيله فوق راسي ده من فوق. أسمع فضيل مش فضيلة أختي دي بيع وكالي ده بجيبه. لا لا ما في داعي لعصاتك هذا أصلا ما في داعي لعصاتك. أنا جاهز لأي طلبات. داري لي أنا كوباية شاي بس. خلاص خلص التلبيسة تجيبها ليكم. فضيل 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 فضيلة مرحبا. والله مرحبا نورت دارك. والله نورت. شوف يا فضيلة انا اقول لك كلام ليك ولي زمانك وانا كلمتك 100 مرة
قلت لك كان عندك كلام قوليه، ما تبوزي وتمديني طرومتك، انا طرومتي طول منك. اسمع هنا يا فضيل، انا قصرت معك فوق شنو عشان تقول ماشي تعرض فوقي؟ انا اي اوعك تنكر كمان لما تكون دار تعرس تعرس لك بيت من اخر دليده من اخر بطونه. ما فيش يتم بالدسه يا فضيل، ازدهار قد حاجه صافي. ازدهار اي صح، انا تقدمت لك. شكت على الولد زي فوق الناس يقول عندهم زول معك؟ اخليني اتم كلامي؟ اي نعم انا تقدمت له لكن مالي لزول عزيز علي والله. بعدين انا مشيت لاهلها وقالوا عندهم شورى، قلنا نخلي الموضوع طي الكتمان. لقيت اخوانك اللي ما بتتبلى في خشم الفولة ديل وكلموك ديل. قلت لهم يا اخواننا الموضوع ما يهيه. يهيهت لهم الموضوع عادتهم مقرب الاحبال عشان ما نبقى في قلنا، وقالوا وقال منو والزول منو. هو ماله؟ ما يجي بالدغري الدساسة والكتمان في شو؟ يا زولة الناس ديل ما بيناتهم سابق معرفة، شافة عجبته كلمني شجعته ووكلني ووصلته عشان كده يا زولة. وبارك الله في من جمع رأسين في الحلال. الله أفضل أحفي لي. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة، في حب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، وسعينا للعمال تبتلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها، وسعينا للعمال تبتلنا في اسم مسؤولة. العالمين